منافسه قويه في انطلاقات اليوم. الشوط الاول الرئيسي مشاهدينا الكرام ذهبت بعنايه الى اهالي العين والى اهالي المسعودي ومنازف، 9 دقائق 13 ثانيه، 3 اجزاء من الثاني توقيتها زمني. تهانينا والناموس لعلي بن صالح الحميري على هذا الفوز والانتصار، والثاني اكيد لمحمد بن صالح الحميري على متابعه هذا الشعار. اما الشوط الثاني فكان التكريم لمالكها محمد بن عبد الله بالكيله العامري، تذهب بالسلامات والتحيه لاهالي الطويه في مدينه العين، و9 دقائق 15 ثانية، 7 اجزاء من الثواني، تهانينا وناموس وهذا الفوز والانتصار والسلام عيناوي. اما الشوط الثالث فكان المفتي ليهدي الفوز والناموس الى اهالي العين واهالي زاخر، حيث ياتي مبارك بن حميد بالدويس الشامسي لينتزع المركز الاول ب9 دقائق 14 ثانية و5 من الاجزاء من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وسلام لزاخر سلام. اما الشوط الرابع فكان الفارس لمالك مكتوم بن احمد بن مهنا المحرمي، انتزع الفوز والناموس والتحيه والسلام عيناويه ب9 دقائق 15 ثانية و8 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما مشاهدين الكرام الشوط الخامس كانت درعة هي صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل في انطلاقات الصباح، حيث قطعت المسافة 9 دقائق 12 ثانية، 3 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن جعفر بن مرخان على هذا الفوز والانتصار، نهنيه كذلك بانطلاقات ميدان الذيد. أما مشاهدينا الكرام كان من نصيب سلهودة الشوط الأول في أو المركز الأول في الشوط السادس، حيث قطعت المسافة 9 دقائق 12 ثانية و8 اجزاء من الثانية، تهدي الفوز والناموس لهالي العين وهالي الفوعة. ويأتي سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي لينتزع المركز الأول بقوة وأداء وتفوق. اما الشوط السابع فكان ليدور لعبد الله بن علي بن سلام الاكتبي، انتزع المركز الاول ب9 دقائق 19 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، وسلام لهالي الظاهر سلام في مدينة العين. اما الشوط الثامن كان جرنتي لمالكم جاهد بن عتيج السليس العتيبي، وهذا الفوز والناموس لهالي المملكة العربية السعودية بتوقيت فاق التحدي والمنافسة ب9 دقائق 12 ثانية، 8 اجزاء من الثانية، تهانينا يا الربعان على الفوز والانتصار. اما الشوط التاسع حضرت لوزان لمالك حمدان بن احمد بن منانه لتنتزع المركز الاول ب9 دقائق 20 ثانية، 5 اجزاء من الثانية، وتهدي الفوز والانتصار الى اهالي زعبيل في هذا الصباح. اما شوطنا العاشر فكانت مودة لمالك محمد بن ساري المزروعي، وهدت الفوز والناموس الى اهالي سويحان، حيث قطعت المسافة ب9 دقائق 17 ثانية و5 اجزاء من الثواني. اما الشوط الحادي عشر فكان غازي لمالك محمد بن خميس الاكتبي، حيث انتزع المركز الاول ب9 دقائق 20 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. اما الشوط الثاني عشر كان شاهين لمالك سهيل بن محمد العامري، وانتزع المركز الاول ب9 دقائق 16 ثانية و7 اجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. اما مشاهدينا الكرام اشواط الانتاج فكانت سلهوده لمالك حمد بن محمد بن عويضان العامري، قطعت المسافه 9 دقائق 17 ثانية و5 اجزاء من الثانيه بدون اي تعليمات، وهي تتربع على المركز الاول من البدايه. اما شوطنا الرابع عشر كانت طرواده لمالك حمدان بن احمد بن منانه لتضيف النقطه الثانيه في صباح هذا اليوم، و9 دقائق 17 ثانية وفاء وتماما وكمالا، وسلام لهالي زعبيل سلام، وسلام يا ابن منانه سلام. بينما مشاهدينا الكرام كان نهاب فايز بالمركز الاول في الشوط الخامس عشر لمالك عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، تهانينا وناموس يا راعي صوغه على هذا الانتصار الجميل، 9 دقائق 28 ثانية، 6 اجزاء من الثانيه هو توقيته الزمني. الشوط السادس عشر خاص بالجعدان المهجنات الاصائل، حيث ياتي ناصي لخليفه بن سيف العميمي ب9 دقائق 23 ثانية و6 من الاجزاء من الثواني ليحلق في فضل الناموس في انطلاقات هذا الشوط. اما الشوط السابع عشر حضرت المرعوشه بشعار كذلك العملاق العيناوي سالم بن مظفر بن محمد العامري، 9 دقائق 16 ثانية، 7 اجزاء من الثانيه وتوقيتها زمني، لتحتل المرتبه الاولى في مستوى هذا الشوط. اما الشوط الثامن عشر كانت سلوك لعبيد بن سعيد بن منانه، والنقطه الثالثه تهديها في انطلاقات السباق صباح هذا اليوم لهالي زعبيل ب9 دقائق 14 ثانية و7 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس اولا لسعيد بن منانه على الفوز والانتصار. اما الشوط التاسع عشر فكان الحذر لمالك مبارك بن محمد المهيري، قطع المسافه 9 دقائق 19 ثانيه و9 اجزاء من الثانيه، تهانينا على الفوز والانتصار.
بينما شوط الختام كان لشاهين وسعيد بن راشد اليابري، انتزع المركز الاول بتسع دقائق و 18 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه ليهديها للفوز والانتصار وهالي العين وهالي الفوعه هذا الفوز والانتصار بهذا التوقيت، تهانينا يا اليابري. اذا هكذا مشاهدينا الكرام كانت النتيجه من خلال توافد كل الاشواط من خلال انطلاقات الصباح. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء بحضراتكم في انطلاقات الكبار مع سن الثنايا في الصباح ومع 16 شوطا، الى ان نلقاكم في ذلك الوقت. تقبلوا اجمل تحيه من الاستاذ تيسير شنابله من اداره واخرج لكم هذا اللقاء على الهواء مباشره. الى اللقاء.